سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بلقاكم مقلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أحبائي عمو يزيد لكم أغنية. هذه الأغنية سوف تغنى لأول مرة لأول مرة. أي صفحة؟ أعطي لي شحال؟ صفحة 17. هذه الأغنية سوف تغنى لأول مرة. حقيقة أغنية أنا جزائري درتها لكم ليكم كذلك، ولكن هذه الأغنية يقول فيها عمو يزيد: مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت. هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحبتي بدون سخب لا نثور. بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب. أحلامنا بريئة نحن الأطفال، أحلامنا بريئة غايتنا صديقة. لا نعرف عداوة لا نعرف معنى الغرور. الطفل لا يعرف العداوة، إذا احنا ما لازمش نربي ولادنا على العداوة لأنهم ما يعرفوهاش. تغنوا كامل معايا مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. تعالوا يلا ابعتونا الأغنية. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبوت. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحبتي بدون
صحبي لا نعفو. هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدوني عنف لحباتي بدوني صحبي لا نعفو. مثل الحمام واليمن ما عنو غني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب. كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع محبة بين الشعوب. مثل الحمام واليمن ما عنو غني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور. أحلامنا بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوات لا نعرف معنى الغرور. مثل الحمام واليمن ما عنو غني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. شكرا 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 شكرا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه، البسمة في وجهه، البسمة في وجهه صدقة. تغنوا كامل معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. هذه الأغنية صفحة 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 كم؟ وراي أحب الخير صفحة عشرة، اللي عندهم الكتب صفحة عشرة. يلا، لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات.
لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس شكرا 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 أحبائي لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس يا أحبائي فعل الخير في المجتمع مهم جدا فعل الخير بفضل فعل الخير المجتمع يكون مرتاح المجتمع يكون في أمان المجتمع يكون في تضامن واش رايكم أحبائي عمو يزيد دار لكم أغنية تاع المزرعة يقول فيها أي صفحة المزرعة خدني معك خدني معك يا غالي يا أبتي خدني معك صفحة 27 خدني معك جاء وقت العطلة إذن أحبائي اللي عندهم الأهل في المزارع وكامل مليح أنهم يروحوا في العطلة لاستنشاق هواء نقي للعب للمرح اكتشاف الحيوانات اكتشاف النباتات يا أخي خدني معك خدني معك يا غالي يا أبتي خدني معك خدني معك حان وقت العطلة خدني معك خدني معك إلى للمزرعة للمزرعة إذن المزرعة تغنوا كامل معايا أغنية المزرعة خدني معك خدني معك يا غالي يا أبتي خدني معك خدني معك حان وقت العطلة خدني معك خدني معك للمزرعة جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة خدني معك خدني معك يا غالي يا أباتي خدني معك خدني معك حان وقت عطلتي خدني معك خدني معك للمزرعة جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى والكلب معه يجري والطير فوقه غنى جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى والكلب معه يجري والطير فوقه غنى خدني معك خدني معك يا غالي يا أباتي خدني معك خدني معك حان وقت العطلة خدني معك خدني معك للمزرعة للمزرعة جداتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار جداتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار خدني معك خدني معك يا غالي يا أبتي خدني معك خدني معك حان وقت العطلة خدني معك خدني معك للمزرعة للمزرعة هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار وصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار شكرا 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 هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار جدتي ماذا تفعل تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار كين أغنية عمو يزيد يحبها بزاف هي الألوان ألواني أي صفحة مليسا أي صفحة ألواني 11 11 صفحة 11 عمو يزيد يقول تحبوا الألوان لون الأصفر الشمس برافو الأزرق
السماء أو ماء الخلجان، تعرفوا الألوان؟ إذا تغنوا كامل معايا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان، باهية كورد البستان، ألون بالأصفر شمسا وبالأخضر رق الأغصان وبالأحمر عنبا وتفاحا وبالأزرق ماء الخلجان. برافو. إذا تغنوا كامل معايا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. باهية كورد البستان. Thank you.
مرات الأولياء يا أخي الأم وليدها مثلا كيمس النار لأول مرة ويتحرق مثلا، واش تقول له؟ وليدها في عمره عامين ولا ثلاث سنين، واش تقول له؟ تقول له يا أخي قلت لك النار تحرق. بصح الأم لازمها تراجع نفسها، هل قالت له باللي النار هذه تحرق؟ مثلا الأب ولا وليده يدخل متأخر للبيت، يدخل على العشرة تاع الليل مثلا، واش يقول له؟ يقول له يا أخي قلت لك ذاك العام ما توخرش برا. ولكن يا هل ترى هل الوالد ولا الوالدة حكموا وليدهم ولا بنتهم وقالوا لهم ما تتأخرش للأسباب التالية؟ إذن يا أحبائي ويا أولياء، مهم جدا أننا نراجع نفسنا، هل نصحنا أولادنا؟ هل ربينا أولادنا على القيم؟ هل زرعنا في أولادنا القيم؟ وما هي هذه القيم؟ احترام الغير، إلقاء السلام، الانضباط، المثابرة. أحبائي لازم أولادنا احنا اللي نربيهم، وخاصة طفل من 0 إلى 6 سنوات راهو في البيت، الأم والأب هما اللي يزرعوا فيه القيم الحميدة. علم ولدك على الانضباط، الوقت هو الوقت. علم ولدك احترام الغير، ولكن انت لازم يشوف فيك هذا الشيء، انك انت تلقي السلام، انك تحترم جارك، انك مهم جدا. من شب على شيء شاب عليه. واذا كانوا ولدنا ما شافوناش حنا بلي احنا قدوه، شكون راح يتبع؟ راح يشعل التلفزيون ويسيب قدوه في الخارج، يسيب هذيك القدوه في الخارج يبقى يتبع فيها في التلفزيون. علاش؟ لانه ما صابش القدوه في باباه ولا اخوه ولا يماه ولا جاره ولا اخوه الكبير. هذا هو المشكل تاعنا يا احبائي، لازم احنا نكونوا قدوه لولادنا، لازم ولادنا كي يشوفونا. انا كي كنت صغير كنت ندير كاع واش يدير الاب، نشوفو يلقي السلام نلقي السلام، يحترم الغير نحترم الغير. مثلا الاب لما يحب يزرع الصدق في ولاده ما لازمش يكذب قدامهم ولو كانت كذبه بيضاء، لانه الكذب هو الكذب. كاين الكذبه، ما كاينش كذبه بيضاء وكذبه سوداء. احبائي الاطفال كالورقه البيضاء، تكتب فيها واش تحب. اذا مسؤوليتنا كل حرف نكتبوه في هذه الورقه هي مسؤوليتنا. اذا هذه الاغنيه هذه هو حوار بين الطفل والاب نتاعو، واش يقول له؟ يسقسيه اي صفحه، يسقسيه يقول له الاحترام، الاحترام اي صفحه، الاحترام هاي ليك صفحه 9 اللي عندهم الكتب. يقول له يا ابتاه يا ابتاه قل لي معنى الاحترام. واش يقول له الوالد تاعو؟ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. بعد يعود يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. الطفل يتساءل لأنه هذا طفل، يبقى طفل، ما لازمش الأولياء يديروا في بالهم بلي هذا الطفل على باله، ما على بالوش، حنا نقول له. قال له يا أبتاه معنى الاحترام. يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. أحبائي حنا نعلموا أولادنا ينتظروا الدور تاعهم، حنا نعلموهم يلقيوا السلام، حنا نعلموهم حب الغير. يا أحبائي ماذا يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يقولوا لما تدخل بيتا ما، لما تقصد بيتا ما، شكرا ميليسا، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. إذا كان ولدنا ما ربيناهش بلي لما يروح المكان ولا أي بيت أنه يطرق الأبواب راح يفتح مباشرة، حنا اللي نربيوه. قال يا ولدي لما تروح عند الجار ولا عند عمك ولا عند خالك ولا تبعته يجيب حاجة اطرق الأبواب وانتظر الإذن. مهم جدا جدا هذه القيم حنا اللي نزرعوها في ولادنا. تغنوا معايا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يلا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا معي. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا
صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا شكرا شكرا أحبائي. لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. عمو يزيد لكم أغنية عن النظافة. كاين مدينة أو حي هنا في غردايا قالوا لي باللي مازال ما رحت نشوفها ولكن هذا وعد راح نروح نشوفها. قالوا لي هي أنظف مدينة وأنظف حي. واسمها شكون اللي يعرفها؟ واسمها يلا شكون؟ تفيلان. تفيلان يا احبائي عطونا تزغريتها على تفيلان. انا نحب النظافه. عطونا التصفيقه وتزغريت عليها احبائي. اجمل مدينه هي. من المفروض كنت رايح اليوم نزورها ولكن هذا وعد راح نزورها في هذه الايام القلائل. عمو يزيد يحب النظافه. النظافه جميله 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 جدا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس. يلا معايا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس طاهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس طاهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله الرضا تلقى من الله الرضا. نظف
واحفظ مكانك المندس واحفظ جمال الملبس طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. أجمل طهارة نفسك تمضي في داء المدرسة كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة. أجمل طهارة نفسك تمضي في داء المدرسة كما تكون في بيتك كن فيها راعي مخلصة. كن فيها راعي مخلصة. حفظ مكانك من درس واحفظ جمال الملبس طهر بقلب مخلص اسعى إلى أجمل حياة. ارضى للبيت الجمال ارضاه للجار القريب اصرف على الجار الأذى الله أوصى والحبيب. ارضى للبيت الجمال ارضاه للجار القريب اصرف على الجار الأذى الله أوصى والحبيب. الله أوصى والحبيب. حفظ مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من وسخ واصرف على الناس الأذى تلقى من الخير الكثير تلقى من الله الرضا تلقى من الله الرضا. نظف مكانك من دنس واحفظ جمال الملبس طهر بقلب مخلص يسعى إلى أجمل حياة. شكرا. اترضى للبيت الجمال ارضاه للجار القريب اصرف على الجار الأذى الله أوصى والحبيب. يا أحبائي يا أحبائي الإنسان المحبوب في المجتمع الإنسان المحبوب في الحي هو الإنسان اللي على خلق عظيم. وصف الله سبحانه وتعالى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. يا أحبائي صدق الله العظيم الأخلاق ثم الأخلاق. الأخلاق وش معناتها الأخلاق؟ الأخلاق أنك تتسامح مع الناس أنك معليش تسمح من حقك معليش معليش لأنك بالمرات تسمح من حقك. أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق الإنسان يحب لأخلاقه. كنت في واحد لقاء تلفزيوني سقساوني قالوا لي وش هي الحاجة اللي كيقولوها عليك الناس تفرحك؟ وش قلت لهم؟ قلت لهم كي يقولوا لي تفاميليا وعنده أخلاق. والله العظيم لما الناس تمدحك بالأخلاق مشي بحاجة أخرى. الأخلاق ثم الأخلاق شوفها في نفسك في البيت ولا في المدرسة ولا في الحي. الإنسان اللي عنده أخلاق عالية الناس تحبه الناس تحبه وتحب تصحبه وتحب تمشي معاه. أصدقاء السوء لازم تبعدوا ولا أصدقاء السوء. يا أحبائي صديقي كاين أغنية عمو يزيد دارها اسمها صديقي نقول فيها لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. أحبائي لازم الخير أصدقائنا لازم الأصدقاء تاعنا يكونوا على خلق عالية ويكونوا يحبوا يقراوا عندهم روح المثابرة عندهم الاحترام. إذن أحبائي لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا.
يلا تغنوا كامل معايا صديقي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي، بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. شكرا 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 صديقي أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. أحبائي، يجب الابتعاد عن كل عنف. الإنسان بطبيعته اجتماعي، الإنسان يحب الغير، بطبيعته يحب الغير اجتماعي. إذن يا أحبائي، يجب الابتعاد عن كل عنف. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء.
أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم. صحة عمو يزيد. شكرا عمو يزيد اللي جيت عندنا اليوم الولايات غردايه. مرحبا بك، مرحبا بالشعب الجزائري. تحيه لكل خاوتنا في ناس تيار، ناس غردايه، ايت غالة. شكرا عمو يزيد، وانا جيت من مدينه عمو غردايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر عمي يزيد على زيارته لولايه غردايه. في الحقيقه هذه الزياره جات في وقت العطله الشتويه، وإن كسرت هذاك الروتين المحود اللي كان على مستوى الولاية وفرحت الأطفال. نشكره شكر جزيل، ونتمنى زيارات في العطلات السابقة إن شاء الله لولاية غردايه. نشكر عمي يزيد ونقول له برافو عليك وربي يجازيك على هذه الزيارة في هذا الوقت المناسب. نيابة عن كل أطفال غردايه، أشكر عمو يزيد على هذا القدوم وحفلة، وكل بالتقريب الجميع لم يرى إلا في التلفاز، واليوم كان له حلم بأن يراه قد حققه له، ونشكره جزيل الشكر ونتمنى لقاء آخر. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل الرائع. نشكر عمو يزيد على هذا الفرح، لقد أفرحنا كثيرا. أنا أحب عمو يزيد وشكرا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.